حديد الخزانات مع الصعوبة في إيجاد الأرضية لإنجاز هذه الخزانات. من جهة ما عندناش الأرضية ونزيدوا حنايا نبنيو اون باتري. يكون في منطقة سيدي زروق والساحل تأخرا كبيرا. اليوم على ثلاثة لمدة 5 إلى 6 ساعات. منطقة أسردون بعاد بشكل ميلية. مداخلة اليوم في إشغال بورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لولاية جيجل، مداخلة حول التزود بالمياه الصالحة للشرب، حيث تضمنت المداخلة وضعية هذه الخدمة العمومية على مستوى كل بلدية، يعني 28 بلدية اللي متكونة لها الولاية، حيث تم التطرق بصفة عامة على المورد المائي، الشبكات، طاقة التخزين، أهم المشاكل التي تعاني منها البلديات فيما يخص هذه الخدمة، حيث وجدنا أن هناك تباين في التزود بهذه الخدمة على مستوى 28 بلدية. هناك بلديات وضعية الخدمة جيدة تحتاج إلى تأمين، وهناك تحتاج متوسطة تحتاج إلى تحسين، وهناك والخدمة خدمة التزود المياه الصالحة، تعرف بعض البلديات أزمة حادة في التزود المياه الصالحة للشرب، مثل بلدية ولاد عسكر براوي بالهدف، وأننا نتطلع بما أن ولاية جيجل تحتوي على موارد مائية جد هامة، مياه سطحية ومياه جوفية، ومع الأغلفة المالية توفرها الدولة نتطلع إلى تحسن هذا المؤشر مستقبلا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.